هلا حبايب، شلونكم؟ يا رب تكون بخير. صار فترة ماكو عندي فد شي جديد طارئ بحياتي، ويكمل ان شاء الله على خير ونسولف بيه واصور لكم واراويكم. فكنت ذيك الفترة كلش مركزة بهذا الشي، والحمد لله ان شاء الله الله يتمم على خير. مهم، حابة اسولف وياكم موقف صار، يعني ننور فد اماكن معينة. قبل يومين ثلاثة يعني كان عندي مراجعة بدائرة معينة، وكنا قاعدين سرة، وكانت أكو نساء اثنين قاعدات، فهذين النساء كبار بالعمر، وحدة دا تسولف لها للأخ، فهاي دا تسولف لها على الظلم اللي جار عليها وعلى بنتها، وذيش دا تسولف لها على الظلم اللي جار عليها من عائلتها. فوحدة دا تقول للأخ انه شلون ظلمة ونأكل حقهم،